طيب إذا نتحول لدكتور عادل حمد فيما يتعلق دكتور عادل بخطورة الفتاة على السوشيال ميديا أكثر من خطورة الشاب، يعني عندما تحدث عن عملية الاستعراض وعملية الفتنة، ففتنة النساء أكيد أشد من فتنة الشباب، يعني عندما تحدث عن هذه الجزئية فكرة السوشيال ميديا والاستعراض والرقص والخلاعة وغير ذلك، لماذا المرأة بالتحديد مستهدفة ويتم جذبها إلى هذه المنصات بهذه الطريقة في مجتمعاتنا الإسلامية؟ طبعا إذا أردت أن تهدم أي مجتمع تبدأ بالمرأة، لأنها هي مربية الأجيال وهي التي تسند الرجال، فإذا هدمنا هذه المرأة انهدم الجيل وانكشف ظهر الرجل فضاع الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فأضر فتنة يمر بها الرجل هي فتنة المرأة، والمرأة الواحدة باستطاعتها إغواء 1000 رجل إذا أرادت الانحراف، ولكن لو اجتمع الرجال في بلد على إغواء امرأة عفيفة لا تريد إلا العفاف لا يستطيعون عليها. المرأة تمتلك من القدرة على إغواء الرجال ما لا يمتلكها الرجل. فإحنا نتكلم عن مخلوق خلقها الله بصفات معينة بقدرات معينة. المرأة تمتلك القدرة على الإغراء، تمتلك القدرة على الإغواء أيضا، هذه لا يمتلكها الرجل. الرجل لا يستطيع أن يغري ويغوي المرأة إلا إذا هي أرادت، هو يعتقد أن استطاع أن يجذبها، هي في الحقيقة تخفي الإغراء والإغواء، تخفي تغلفه بغلاف حتى لا يراه الرجل. ولذلك يسمى هذا الفعل من المرأة كيد، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كيدكن عظيم. الكيد ما هو؟ الوصول إلى المراد بالطرق الخفية، هذا لا يتقنها الرجل، تتقنه المرأة أكثر. ولو يعني فعل الرجل الكيد فهو في الحقيقة جزء يسير من قدرات المرأة في هذه القضية، وقد شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القدرة، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تذهب عقل الرجل ذو العقل السديد والرجل الحازم، تستطيع أن تذهب عقله امرأة. الأمر يعني صعب جدا نحن نترك المرأة تعيث في الأرض الفساد. وبني إسرائيل وهي أمة قبلنا هلكت، وكانت بداية هلاكها بفتنة النساء. فلماذا نكرر تجربة الأمم السابقة؟ لماذا لا نستفيد من تجارب الآخرين يعني الابتعاد عن الشر؟ ونحن نرى كيف أن البنت إذا صلحت في البيت صلاحها يؤثر على أخوانها ويؤثر على أمها ويؤثر على والدينها، ولكنها إذا فسدت شرها يعم المجتمع وليس البيت فقط، ومجرد خروجها من البيت فهي تفسد المجتمع. الآن تستطيع أن تصل للعالم، ليس للمجتمع فقط، العالم من خلال هذه الوسائل. حجم الإفساد الذي تقدمه المرأة اليوم من خلال هذه الوسائل أكبر بكثير من تلك المتبرجة التي تخرج في الشارع، فهذه تغوي وتضل أعداد كبيرة من الناس، فخطرها عظيم جدا، يجب الحذر منه ويجب التحذير منه، ويجب أيضا دعوتها إلى العودة إلى الله عز وجل والتوبة من مثل هذه الذنوب.